نشوفوا المقابلة ونوليو نرجعوا نكملوا الحديث ديالنا. اللي كان دار الملولي هشام الملولي مع داك مول جوج درهم وتغلب عليه مول جوج درهم تغلب عليه بسهوله وبحكم التجربه اللي عندي في هذا في المجال الرياضي وفي هذه الرياضه هذه ديال الكيك بوكسين تاي بوكسين كاي وان الطريقه باش كان كي يعني الطريقه اللي كان كيدابز بها هشام الملولي مع مول جوج درهم طريقه مفروشه كتبين ان داك الشيء كان مخدوم هذاك الشيء كله كان مخدوم ما يمكنش هذاك الدري هذاك يتغلب عليه هشام الملولي وهو اصلا ماشي باكارور ويعني وما عندوش بارماريس ما عنده ما يعني ماشي شي واحد اللي نقولوا مثلا عنده دي ديبلوم عنده شواهد مثلا عنده احزيمه داك الشيء بان لي انا مخدوم لان راه الا لاحظتوا قبل كنتلاقى مع هشام الملولي وبداو يهضروا هو وياه وداك الشيء وجلسوا على ما كيبان لي ان داك الدري عطاه شي حاجه ديال الفلوس للملولي باش انه يبينو داك الشيء باش الناس يعرفوه باش ديك لونشي لاشين ديالو وتبان لاشين ديالو راه القضيه مازال مخدومه ومازال من بعد غادي يجيو فيديوهات اخرين على داك الدري هاد مول جوج دراهم خصكم شي المغاربه خصكم شي شويه تخدموا عقلكم شي بعد المره العقل ديالكم ما كتخدموش خصك شي شويه تكون ريزونابل تخدم العقل ديالك ماشي يعني الريح اللي جاي يديك غير كتشوف شي حاجه كتيق دغيا الا لاحظتوا الطريقه كيفاش كيتبارز مع الملولي يعني طريقه سهله يعني نجيبو غير دري من الزنقه عنده 16 عام تيتبارز مع الملولي ويغلب الملولي يعني سهله ما يمكنش الملولي انه يستسلم بديك الطريقه وحنا راسو كاع وما كيضربش كاع وكيضرب هكا
وهو انسان يعني بروفيسيونيل اللي كيضرب بطريقه يعني احترافيه، يضربك في ضربه يعني يضربك في البلاصه فين غطيح الملولي، محترف وعنده احزمه سوداء ويعني ويدبز هو هكا يعني الخنوع هذا ما تدخلش للدماغ. خدموا دماغكم شي شويه، هذه ما بغاتش انا تدخل لي للدماغ ديالي. كنستنتج ان هذاك الشيء مخدوم، خرجت انا باش نقول لكم ونوقدكم هذاك الشيء هذاك راه مخدوم، راه الملولي ما يمكنش يخسر ضد داك الدري هذاك مول جوج دراهم. هذاك الدري انسان عادي ما عندوش يعني تجربه في ديك الرياضات ديال في الرياضات اللي كي كنقولوا ديال الرفس والكيك بوكسين والتاي بوكسين والكايوان، ما عندوش تجربه داك الدري هذاك. يعني اي واحد يعني يجيبوه من الزنقه يتبارز معاه راه غادي يفرعو بالعربيه، غيفرعو بحكم التجربه كي قلت لكم اللي عندي في هذا المجال الرياضي ديال تاي بوكسين كايوان كيك بوكسين. كنعرف هاد الرياضة أنا، ماشي كنجهلها، كنعرفها. ميمكنش يجي إنسان غير عادي من الزنقة مبارزة الزناقي ماشي هي الرينغ، واللي كي إنسان كيكون بروفيسيونال كيضربك فين طيح، كيعرف الضربة فين كيوزنها، الضربة فين غيضربك وفوقاش واللحظة. ميمكنش هو ما كيريسبيريش تا نورمال مزيان يعني ومهبط يديه والآخر كيضربو، ما هادي ما بغاتش تدخل لي للدماغ. المهم هذاك المباراه هذيك وليو راجعوا نفسكم وشوفوها مزيان وعاودوا شوفوها، راه غير كيتريقلوا على عباد الله. راه مول جوج دراهم غير بغى يركب حتى هو، بغى يدير البوز وبغى يبان. هذيك هي الفرصه قال نشوف. المهم جو سي با واش قضيه مخدومه. المهم هشام الملولي ما يخسرش بديك الطريقه هذيك، حيت علاش؟ حيت فاش غيخسر هشام الملولي المغرب كله غادي يخرج وغادي يبدا يهضر عاود على هشام وداك الشيء. المهم القضيه هذه بحال شي فيلم، وصافي الفيلم ما بغاش يسالي، مازال ما بغى يسالي ومازال ما غيساليش هذا الفيلم. المهم تهلاو ليا فراسكم، كنحبكم في الله. جوفوزيم جوفوزيم بيس اند لوف بيس اند لوف. المهم القضيه هذه ما دخلتليش الدماغ مخدومه. كنتمنى هاد لا فيديو هذه توصل لهذاك الدري مول جوج درام باش يعرف ويفهم بان راه كاينين الناس بحالنا حنايا اللي كنعيقوا دغيا وكنعرفوا الحوايج، ما يجيش يضحك علينا حنا دري صغير. كثرت الكلام ما قلا وهذا، تهلاو ليا فراسكم. تشاو 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 تشاو.